الناس قالت تعالوا هيبقى عندنا قاع اهو، هنجيب شويه احجار ونرميهم هنا اهو، هنكومهم كده في بعض تمام كده ونرميهم، هم دول اللي بيسدوا الباب. قال لي ماشي. فاول واحد ليه يقول قال بس انا بشرط بقى انا عايز الاحجار اللي تتحط يكون البروستي بتاعتها قليله. ثاني انا عايز الاحجار اللي تتحط تكون البروستي بتاعتها قليله. ازاي؟ الاحجار بتاعتي تتحط كده تكون احجامها صغيره، فالمسافات البينيه اللي ما بينها صغيره، تكون البروستي قليله، ما تنقليش الميه من الشمال لليمين ولا الموجه من الشمال لليمين. فقلنا له ماشي. بقينا في مشكله ان الاحجار الصغيره عشان البروستي بتاعتها تكون قليله، الموجه بتيجي تخبط الحجر خلاص توقعه وترجع، وتخبط الحجر اللي بعده توقعه وترجع. مع مرور الوقت نلاقي ان ايه؟ ان الحاجز ده كله بقى متساوي. طب نعمل ايه؟ قال لك تعالى خلاص احنا هنعمل حجر كبير. فالراجل قال لك لا ما ينفعش، لان الحجر الكبير المسافات البينيه ما بينهم وبين بعض كبير، فالمسافات البينيه دي هتدي بروستي عاليه، فلو في بروستي عاليه الميه هتنقل من الشمال لليمين، ساعتها الكفاءه هتبقى قليله. قال لك طب امال نعمل ايه؟ فطلع واحد قال لهم خلاص انا هعمل لكم المشكله دي ان احنا هنعمل الحاجز بتاعي من طبقتين. الطبقه الاولانيه اسمها الكور، الكور عباره عن احجار صغيره المسافات البينيه بتاعتها قليله، فالبروستي قليله تمام كده. وفي نفس الوقت هعمل لها طبقه فوق كده اسمها طبقه الارمر الدرع. طبقه الارمر او طبقه الدرع دي الميزه ان الاحجار بتاعتها احجار كبيره، فهتيجي الموجه تخبط الاول في طبقه الدرع مش هيحصل للموجه للايه؟ للحاجز حاجه، ولكن في نفس الوقت ان ايه؟ جسم الحاجز ده نفسه غير منتج. قال لك خلاص يبقى انت دلوقتي حافظت على المستاج، الميزه الاولانيه ان جسم الحاجز غير منفذ مش هيعدي له ميه من الشمال لليمين، وفي نفس الوقت الموجه لو خبطت في الحاجز تخبط في طبقه الارمر فمش هيحصل لها حاجه. فطلع واحد يقول لهم بس في حاجات ومش واخدين بالكم منها. ايه يا عم؟ قال لك ان المسافات البينيه ما بين الاحجار وبعضها الكبيره هتعدي الاحجار بتاعه الكور. يعني ايه؟ يعني طبقه الكور هتخرج ما بين الايه؟ ما بين طبقه الارض. ده أول نقطة. تاني نقطة إن الحجر الكبير اللي في طبقة الأرمر التقيل ده هو وزنه 2 3 طن، هتحطه على الحجر اللي هو 100 200 كيلو بتاع الكود هيبقى إيه؟ هيكسره هيدغدغه. قال لك طيب نحل المشكلة دي إزاي؟ قال لي حل المشكلة دي إن إحنا نعمل طبقة تالتة هنا كده اسمها طبقة الفلتر، هي طبقة انتقالية ما بين الأرمر والكود. طبقة الفلتر عبارة عن أحجار بتتحط على طبقتين. يبقى الارمر بيتحط فيه طبقتين والفلتر بيتحط فيه طبقتين فوق بعض. حجر وبعدين التاني. في نفس الوقت ان الفلتر هو عباره عن احجار وزنها او حجمها متوسط ما بين الكور والفلتر، فهيمنع الكور ان هو يخرج. وفي نفس الوقت ان الارمر هيبقى ساند على الفلتر مش ساند على مين؟ على الكور. يبقى انا دلوقتي بنقول ان الرابل ماوند بريك ووتر اللي احنا ساعات بنسميه كونفنشنال بريك ووتر، الكونفنشنال بريك ووتر اللي هو حاجز الامواج التقليدي العادي، الكونفنشنال بريك ووتر هو شويه احجار بتترمي خلاص، ولكن بتترمي على ثلاث طبقات. الطبقه الاولانيه هي طبقه الكور اللي بتكون لي جسم غير منفذ، الطبقه الثالثه هي طبقه الارمر اللي بتمثل الدرع اللي حوالين الكور اللي تحميه من الموجه، والطبقه الانتقاليه اللي ما بينهم اللي هي طبقه الفلتر. انت عارف كويس قوي ان لما قلنا ان الموجه لما بيحصل البروباجيشن بتاع الويف بروباجيشن ناحيه الشاطئ، تقدم الموجه ناحيه الشاطئ، لما قعدنا نشرح ان لو ما فيش حاجز هيحصل ايه؟ هيحصل بريكنج وشولينج وريفراكشن، ولو في حاجز هيحصل ريفليكشن وترانسميشن وايه؟ وفي حاجه ثانيه اسمها الاوفر توبنج. صح كده؟ لما قلنا ان الموجه لما تيجي تلاقيها رايحه ناحيه الشاطئ هتخبط في الحاجز هيحصل لها ريفليكشن هترد، او الديفراكشن اللي هتدخل ما بين الحواجز وبعضها، او الاوفر تومنج انها تطلع فوق. طب انا عشان امنع الاوفر تومنج هعمل ايه؟ قال لي مش هعلق سطح الحاجز نفسه، لان لو عيلت بسطح الحاجز هيبقى الحاجز تقيل، لا انا ممكن اعمل سور بس كده يمنع الاوفر تومنج.
يبقى السول ده هو اللي احنا بنسميه الكريست ده بنعمله هنا كده السول ده كده السول ده هو والسول ده هو بنعمله عشان نمنع الاوفر توك ده الرابل ماوند بريك موتر اللي انا مطلوب مني ان انا النهارده اصممه. طيب انا دلوقتي يا باشمهندس لو انت فعلا عايز تصمم البريك موتر ده ايه المطلوب منك؟ قال انا عشان اعمل ديزاين للبريك موتر فانا مطلوب مني اعرف ثلاث حاجات. اول حاجه اللي هي الاوزان الويت، مطلوب مني ان انا اعرف وزن الكور، وزن الفلتر، وزن الارض. ايه ده يعني الكور ده كله اعرف وزنه؟ قال لي لا انت بتعرف وزن الحجر. يبقى انت بتعرف وزن الحجر الواحد ليه؟ عشان انا لما اجي مثلا انفذ اجي للمقاول اقول له تعالى انت مطلوب منك انك تجيب لي احجار وزنها مثلا من 10 ل 50 كيلو وانهم لي كون لي طبقه الكور، بعدين هات لي احجار ثانيه وزنها من 100 ل 200 كيلو اعمل لي طبقه الفلتر، بعدين احجار ثانيه وزنها 2 3 طن حطها لي في الفلتر يبقى ده طبقه الارض. يبقى انت مطلوب منك انك تعرف وزن الحجر الواحد بس في طبقه الكور الفلتر الارض. طب تاني حاجة مطلوبة مني هي ايه؟ هي ان انا اعرف السجنس. الدخانة ده هي هندسة بكام؟ والدخانة ده هي يبقى سمك طبقة الارمر وسمك طبقة الفلتر. السجنس هنا هو مش حاجة حسابية، هو القانون مش بيطلع لك رقم حسابي، هو رقم بنسميه رقم تنبؤي. يعني ايه رقم تنبؤي؟ ان انت بتقول ان الراجل لو جاب لي حجر وزنه مثلا 2 طن في طبقه الارض، حط حجر وزنه 2 طن مع حجر وزنه 2 طن بالتقريب يا باشمهندس هيبقى السمك 2 متر. عشان انت لما تروح تستلم منه ايه؟ ما انت مش معقول هتوزن حجر نازل الموقع، صح كده؟ ولكن انت هتروح تستلم منه سمك طبقه الايه؟ الارض. فلو لقيت ان سمك طبقه الارض 2 متر يبقى فعلا الراجل ده هيحط ايه؟ الاحجار زي ما انت قايل له. طب الراجل حط مثلا ولقيت انت السمك ده متر ونص، استحاله يبقى انت زي ما انت قايل له، صح كده؟ يبقى لو الحجر ده وزنه 2 طن والحجر ده وزنه 2 طن هيبقى سمك الطبقه كلها 2 متر. اقل من 2 متر يبقى الوزن اقل، اكتر من 2 متر يبقى الوزن اكبر، خلاص كده؟ طيب ده السجنس. بعد كده بتبدا تقول الليفل. ما هو انت يا باشمهندس ازاي تستلم؟ قال لي انت بتستلم بشغل المساحه. ازاي يعني؟ اقول لك انت دلوقتي عندك القاعه اهو والكوره اهو، انت بتقول للمقاول اقعد رص الحجر لغايه ما توصل لمنسوب معين، صح كده؟ وبتستلم منه شغل مساحه. يعني ايه تستلم منه شغل مساحه؟ تقول له انا عايز استلم المنسوب ده يبقى كذا والعرض ده يبقى كذا، صح الكلام كده؟ وبعدين سمك ده اسمه ايه؟ ده سمك الكور، يبقى اسف ده منسوب الكور. ده منسوب الكور. زود على منسوب الكور التخانه بتاعت الفلتر، جبت منسوب الفلتر. يبقى انت ما بتروحش ايه؟ ما بتروحش تقيس الحته دي. مش هتجيب شريط وتقيس الحته دي، لا ده انت هتكون عارف منسوب الكور كام؟ وبعد ما يخلص طبقه الفلتر تروح تشوف منسوب الفلتر بقى كام؟ وبعد كده تزود على سمك الفلتر وسمك الارمر يبقى انت عارف منسوب الارمر كام. وبعد ما ينفذ الكريست تشوف منسوب الكريست كام. يبقى انت محتاج تعرف منسوب الكور كام، منسوب الفلتر قد ايه، منسوب الارمر كام، ومنسوب الكريست. لو عرفت الثلاث حاجات دول يا باشمهندس هترسم ويبقى انت كده خلصت الايه؟ الديزاين بتاعك. زي اي ديزاين موجود انك بتعمل التصميم بتاعك وبتبدا ترسم بعد كده. طيب خلصنا وظبطنا وعملنا كل حاجه، تعالى بقى نشوف المساله بتجي لي ازاي. المساله بيجي الدكتور كده بالظبط يقول لك ديزاين ام درو كروس سكشن اوف رابل ماونت بريك ووت ات هيد. يعني ايه ات هيد؟ لو انت ركزت معايا من اول سيكشن في السنه لغايه السيكشن اللي فات كنت دايما لما اجي ارسم حواجز الارمان ارسم حاجز الارمان دايما كده. ليه؟
قلق من حاجز الامواج كله بيكون ليه عرض ثابت، ولكن اول نقطه في الحاجز اللي انت كنت بتسميها في الديفراكشن الطب اللي هي اول نقطه من الحاجز بتلمس الموجه دايما لازم يكون عرضها كبير. ليه عرضها كبير؟ قالك لان المنطقه دي اللي هي اسمها منطقه الهيد هي اكبر منطقه معرضه للامواج واكبر معرضه والمنطقه المعرضه لاكبر امواج. ازاي؟ قال بص، هو الهيد هنا مشكلته ان الموجه ممكن تيجي له من هنا او من هنا او من هنا او من هنا او من هنا، يبقى هو معرض للامواج من كذا اتجاه. تاني حاجه ان دي اول نقطه في الحاجز بتلمس الموجه، فالموجه هنا اقصى ما يكون، صح؟ الموجه هنا اقصى ما يكون، وكل ما انت دخلت لجوه كل ما انت دخلت لجوه ايه اللي بيحصل؟ الموجه بتبدا تهدى، الموجه بتبدا تهدى، فهنا ارتفاع الموجه اقل من هنا. مش كده وبس، ده انت خلاص في المنطقه دي اللي هو اللي اسمه الترانك اللي هو الجزء بتاع الحاجز او الجسم بتاع الحاجز، بتلاقي ان هنا دي منطقه الهرب يمين، هنا مفيش موجه بس هنا منطقه السين. يبقى في فرق ما بين ان الهيد سيكشن في عندك سي سايد من الناحيه دي وسي سايد من الناحيه دي بحر وبحر، انما هنا عندك سي سايد وهاربر سايد، ان هنا في بحر جاي لي موجه انما هنا مفيش الدنيا هنا هاديه، فهنا القطاع بيكون اقل، هنا القطاع بيكون دايما اقل. المساله بتجي لك هيد سيكشن او ترانك سيكشن، ولازم تاخد بالك لان هيد ليها شغل قريب قوي من الترانك، يعني مش هقول لك ان دي ليها شغل ودي شغل تاني، ده الفرق بينهم رقم، الرقم ده لو طلعته غلط المساله كلها بتبقى غلط، يعني لو المساله دي طلعتها على انها الرقم اللي انت طلعته على انه هيد وهي مساله ترانك، او طلعته على انه ترانك وهي مساله هيد، المساله كلها بتبوظ، وهتشوف دلوقتي. انت اللي هتحكم نفسك، انت اللي هتحكم بنفسك ان فعلا المساله كلها غلط. طيب بيقول لك ديزاين اند دروب كروس سكشن اوف سوبر ماوند بريك ووتر ات هيد اف اتش نوم تساوي 4 متر، تي تساوي 8 سكند، التايدل رينج 1 متر، اند اف ووتر ديبس ات سكشن يساوي 10 متر والكي ار تساوي 9 من 10 او 12. يبقى هو دلوقتي يا باشمهندس هي دي خلاص كده المساله. بيقول لك في المساله دي صممنا حاجز امواج خلاص عند قطاع الهيد، المنظور الميه او ارتفاع الميه عند الهيد هو 10 متر، الكي ار ب 9 من 10، الاتش نوت ب 4، والتي بتساوي 8 ايه؟ 8 سكند. فاللي انت بتعمله اول خطوه خالص بتعملها انك مراحل خالص بتقول له يا باشمهندس الاي اللي نور بتساوي 1.56% تي تربيع، يعني هتساوي 1.56% في 8 تربيع، يبقى الاي اللي نور ب 99.8. فبعد كده تجيب الدي على الاي اللي نور، يعني بتساوي 10 على 99.8 تساوي 1/10. فلما تبقى بتساوي 1/10 يبقى الكي اس هتجيب من الجدول ب 95%، يبقى الاتش بتساوي اتش نور في الكي اس في الكي ار، يعني ال 4 متر اللي انا مديها لك، ال 4 متر دي هي ارتفاع الميه في الديب زون، احنا ما بنعملش الحاجز في الديب زون، احنا بنعمل حاجز في الترانزيشن وساعات في الشلو، فارتفاع الموجه اللي بيهاجم الحاجز هو 4 في 95 في 9 من 10، يبقى الاتش هتساوي مثلا وليكن 3.5 متر. دي اول خطوه اللي بنجيب الموجه اللي انا هصور عليها الحاجز، مش ده حاجز امواج. طب هو بيصد موجه قد ايه؟ بيصد موجه ارتفاعها 3.5 متر. قال لي طيب هنبدا بقى يا باشمهندس نجيب الاوزان، فاول خطوه هنشتغل عليها هي الاوزان. واول وزن هجيبه هو وزن الارمر، فبنقول ان وزن الارمر يساوي جاما رابل اتش تكعيب على الكي دي اس ار ناقص 1 تكعيب كوتان سي. ده قانون، القانون ده موجود معاك في الكتاب، يعني مش هتخلص حاجه. طيب تعالى نمسك الموضوع واحده واحده. الدبليو ارمر بتساوي ايه؟ قال لي الدبليو ارمر هو وزن الحجر الواحد في طبقه الارمر. عشان افهمك احنا بنقول ايه؟ اللي انا بشرح فيه النهارده ده يا جماعه قطاع حاجز الامواج اللي هو اللسان، ده اللسان اللي انت بتمشي عليه في راس البر، ده اللسان اللي انت بتمشي عليه في راس البر. طبقه الارمر او طبقه الايه؟ الدرع دي او الصخور اللي بتطلع دي، دي الصخور اللي موجوده في اللسان اللي الناس بتنزل تقعد عليها تحت عند البحر.
عند المية، خلاص دي السخون الكبيرة اللي الناس بتنزل تقعد عليها، ده طبقة الأرمل اللي هتطلع معايا، فلما يكون الأرمل اللي يطلع هنا الرقم اللي يطلع لي مثلا 3 طن 4 طن، ده معناه إن الصخرة اللي أنت بتقعد عليها تحت دي وزنها 3 4 طن الواحد، خلاص كده؟ طيب يبقى الدبليو أرمل هو وزن الحجر الواحد في طبقة الأرمل. طيب تعالى معايا طبعا الإتش خلاص أنت جبتها يا هندسة. الجاما أبل هي الوزن النوعي، الجاما سبيسيفيك ويت أو بمعنى أصح الويت، اليونت ويت، خلاص كده؟ طيب اليونت ويت أو السبيسيفيك ويت بتاعي بيساوي يا إما 2 و2 يا إما 2 و4 على حسب أنت شغال حجر طبيعي ولا حجر صناعي. إيه هو الحجر الطبيعي؟ الحجر الطبيعي اللي هو كسر الجبال وكسر المحاجر، رحت عند محجر كسرت حجر جبته وزي ما طلع وزنه. ده حجر طبيعي موجود في الطبيعه. امال الحجر الصناعي ده الحجر اللي في اللسان بقى، ده اللي الناس بتنزل تقعد عليه اللي هو واخد اشكال كتير اشهرهم شكل اسمه الدرس. الدرس ده اللي هو عباره عن اسطوانه عامله كده مربوطه ثانيه في اسطوانه عامله كده مربوطين مع بعض كده، تحس ان هو عامل زي حرف اتش المعوج، عامل زي حرف اتش ايه؟ معوج، صح كده؟ اسطوانه كده اسطوانه كده، صح؟ مش هما دول الاثنين دول مربوطين ايه؟ مربوطين ببعض. ده اشهر النوع اللي هو نوع الدرس. في نوع تاني بس ده مش مشهور قوي اللي هو اسمه التترابود. التترابود هو شكل عباره عن حاجه بالمنظر ده كده. واخد الشكل ده كده. تحس انه عامل زي الهرم كده. ده جميل قوي. تمام؟ دي كلها احجار. دي كلها احجار. في شكل تالت انت عارفه كويس وبرضه بيستخدم في اللسان اللي هو الكيو. هي الفكره في ايه؟ احنا قلنا في الاول هو ايه لازمه الارمر؟ لازمه الارمر ان هو حاجه الموجه هتيجي تخبط فيها هيمتص جزء كبير من طاقه الموجه عشان الموجه ما تكسرش حاجه، صح كده؟ فلما بنجيب الحجر الطبيعي سلوك الحجر الطبيعي مع الميه خلاص ما بيبقاش زي الحجر الصناعي اللي بشكله. هو ايه اللي خلاني ان انا اعمله كده؟ صح؟ ان الوضع ده والشكل ده بيشتت طاقه الموجه احسن. طب ده ولا ده؟ طب ده ولا ده؟ كل واحد فيهم ليه اداء معين وليه معامل معين، يعني ليه ان هو بيشتت الموجه بطريقه ايه؟ بطريقه مختلفه. ماشي يا شباب؟ انما الحجر الطبيعي لان شكله زي الطبيعه ما بتقول كده فبيبقى اداؤه قليل، لذلك وزن الحجر الطبيعي بيبقى اكبر من وزن الحجر الصناعي. يعني لو جينا نستخدم حجر طبيعي ولا حجر صناعي تلاقي ان انت تستخدم حجر طبيعي مثلا وزنه 12 طن او تستخدم حجر صناعي وزنه 3 طن. ده يعمل نفس وظيفه ده. ده يعمل نفس وظيفه ايه؟ ده. بس طبعا ده اغلى من ده. صح كده؟ مع ان ده 3 طن وده 12 طن بس ده صناعي. الصناعي ده يعني ايه؟ يعني هو شده والشده دي صربانه جواها خرسانه، الخرسانه دي بتبقى خرسانه عاديه وفيها نسبه حديد تسليح بسيطه عشان لما اجي اشيل الحجر ده ما يتكسرش. صح كده؟ ففي نسبه حديد ايه؟ تسليح بسيط. انما الحجر التاني ده هو تكسير جبل وخلاص انا كسرت الجبل ونقلت. ماشي كده؟ طيب يبقى انا الجاما رابل هي يا اما 2 و2 يا اما 2 و4. طب مثالي ايه تاني؟ قال لي مثالي في المعادلة الاس ار. قال لي ان الاس ار تساوي الجاما رابل على الجاما ووتر. طب الجاما رابل يا 2 و2 يا 2 و4 انما الجاما ووتر قيمتها ثابتة وهي ايه؟ 1.25 من 1000. 1.25 من 1000. لسالك ايه يا باشمهندس؟ قال لي لسالي الكوتان سيتا. كوتان سيتا هي فين سيتا؟ او كوتان الفا هي فين الفا؟ سيتا هي او الفا. فدلوقتي يا باشمهندس لما بنيجي نقول لك كده ان الساين سلوب، الساين سلوب 3 الى 2 يعني كده 3 وكده 2 ودي سيتا. كوتان سيتا بكام؟ 2 على 3 يبقى كوتان سيتا 1.5. طب لما نيجي نقول لك ان السايد سلوب 2 الى 1 خلاص يبقى 2 الى 1 يبقى كوتان سيتا ب 2. طيب السايد سلوب 3 الى 1 يبقى كوتان سيتا. دي الارقام اللي انت هتتعامل معاها ما توجعش دماغك. بس خلي بالك بقى ساعات مثلا بتحصل ايه؟ هو المفروض ان انا لما اقول لك ان الميل 2 الى 1 انا وانت عارفين ان احنا كلنا كده من اول رسم اولى مدني لحد النهارده بنقول الميل الافقي الاول بعدين الراسي، صح؟ بس افرض انا غلطت مثلا وقلت لك 1 الى 2 تقول لي يبقى كوتانس 6.5. لا، عارف ليه؟ اولا لانك مش هتعرف تحل المساله.
ماشي؟ وبعد يفهم ليه بقى. ثانيا سيبك من ان انا محل المساله ولا لا، هو الاحجار مش هتبقى فيها ستابيليتي على بين واحد الى اثنين، يعني سيبك بقى من المساله، مفيش حاجه اسمها ان الحجر يبقى ستيبل على بين واحد واثنين، ده خط احنا بنعمله الارقام دي حتى يمكن واحد الى واحد مش هتلاقينا بنستخدمها لان الاحجار مش هتتزن على الميل ده برضه. خلاص احنا بنحاول نعمل الميل من اول 3 الى 2 او 2 الى 1، وهم يمكن الرقمين دول اللي هتلاقيهم مشهورين قوي بالنسبه لك في معظم المسائل، لان ما ينفعش الحجر يتزن. انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل حجر او بتعمل حاجز امواج كوني، كوني بالظبط، انت بتكون الحجاره في بعضها، فانت محتاج ان الحجاره تتزن من غير ما انت تعمل اي حاجه. فعشان تتزن اتزان طبيعي بتبدا من اول واحد لواحد فيما فوق، اقل من كده ما ينفعش. طيب كلام جميل، عرفنا دلوقتي كوتان سيتا. مشكلتي دلوقتي في الكي دي، الكي دي ده اسمه معامل هاتسون وبيجي منه جدول اسمه جدول هاتسون. الجدول ده الحوار كله اللي لو غلطت فيه المساله باظت. تاني الجدول ده لو غلطت في انك تجيب ازاي الكي دي من الجدول خلاص المساله خلصت باظت. الجدول ده بيسالك سؤال الاول، بيجي اول سؤال يقول لك هو انت يا باشمهندس شغال هيت سيكشن ولا ترانك سيكشن؟ ده اول سؤال يساله لك. طب انا شغال هيت سيكشن. جميل. يسالك سؤال تاني، انت شغال بريكنج ويف ولا رام؟ بريكنج ويف. تمام كده؟ طب امتى يعني ايه بريكنج ويف؟ بريكنج ويف ان الموجه خلاص اتكسرت وجايه لي مكسوره، فهي ارتفاعها قليل فمحتاجه حاجز امواج صغير، خلاص كده؟ ده لما يكون ارتفاع ارتفاع الميه اصلا من 1.25 اتش. اما النون بريكنج ويف الموجه لسه ما اتكسرتش، ومعروف ان البريكنج او الانكسار هو اكبر انخفاض في ضغط الميه، فلسه ضغط الموجه. فالموجه لسه بعزها كده لسه بطاقتها، فمحتاجه حاجز ايه؟ حاجز تقيل. فالنون بريكنج ويف لما يبقى العمق اكبر من 1.25 اتش. فمساله في المساله بتاعتي مثلا لما اقول ان عمق الميه 10 متر وارتفاع الموجه 3.5، فارتفاع الموجه اكبر بكتير من 1.25 اتش، يبقى انا هشتغل نون بريكنج، يبقى انت الكي دي هيجي من العمود ده. طيب هي الموضوع مش كده بس، كمان ده الموضوع مرتبط بنوع الحجر. نوع الحجر سيادتك عندك الحجر الطبيعي، الحجر الطبيعي اسمه الكوير ستون. الكوير ستون ده خلاص في نوعين مهمين قوي، نوع اسمه سموث راوند. السموث راوند ده اللي هو الاسطح بتاعته بتكون دائريه وبيكون السطح بتاعه ناعم زي الزلط، زي الزلط، صح كده؟ اما النوع الثاني اللي هو الرف انجلر. الرف انجلر اللي هو ان السطح بتاعه يكون خشن وفيه نتوءات زي السن او الدبش، خلاص كده؟ ده نوع الحجر الطبيعي. في احجار ثانيه زي الحجر الصناعي، زي ما قلنا من شويه، في حاجه اسمها الدونس، في حاجه اسمها التتر، وفي حاجه اسمها الكيوب، وانواع كتير. فبتلاقي انت انواع الاحجار هنا موجوده. طبعا هو ما بيقولكش هو ناتشرال ولا ارتفيشال، هو بيجي هنا مثلا يقول لك الكوير ستون، يقول لك مثلا السموث، ويقول لك مثلا الرف، ويقول لك مثلا الدوت. طب انا يا باشمهندس هشتغل مثلا رف، يقول لك خلاص عدد الطبقات يا هندسه. هل انت دلوقتي هتشتغل على طبقه واحده ولا طبقتين ولا اكتر من ثلاث طبقات؟ ولا انت هتشتغل على طبقتين؟ حلو، يعني القيمه اللي هنا هي دي قيمه الكي دي؟ لا ده لسه، ده انت لو اشتغلت على الكي دي مثلا، او بمعنى صح لو اشتغلت رف ان ب 2 ممكن تلاقي الكي دي ب 1.8 عند كوتان سيتا ب 1.5. يبقى الخانه دي بتاعت مين؟ كوتان سيتا. و 1.9 عند 2 و 2.1 عند 3 مثلا. يبقى ساعتها يا هندسه بقى انت بتعمل ايه؟ تقول يلا يا هندسه يلا يا باشمهندس احنا هنشتغل هيد نون بريك، يبقى العمود ده اهو. حلو؟ هنشتغل رف ان ب 2 يبقى الصف ده اهو، يبقى هو القيمه من الثلاثه دول، صح؟ القيمه اللي اختارها قصاد كوتان سيتا بتاعتي، يبقى كوتان سيتا لو ب 2 ب 1.9، كوتان سيتا لو ب 1.5 يبقى ب 1.8. ساعات بيجي يقول لك هي ب 2.1، يعني باي كوتان سيتا هتبقى ايه؟
2-1. ساعات يا باشمهندس الضلص يقول لك مثلا الضلص لو كوتان سيتا باتنين بكذا، لو بتلاتة بكذا. طب افرض كوتان سيتا بواحد ونص يبقى ما بتستخدمش ضلص صح؟ تمام كده؟ يعني افرض انا كوتان سيتا بواحد ونص هتعرف تجيب لها جي دي؟ لا، يبقى ما تستخدمش الضلص اصلا. ليه ما تستخدمش الضلص؟ عشان حاجتين، عشان انت مش هتعرف تحل المساله وسيبنا من حل المساله، ده معناه ان الضلص ما بيتزنش على ميل 3 الى 2. ما هو ايه اللي خلانا نايمة نقول ان الضلص ملوش كي دي؟ ان الضلص ما يتزنش على ميل 3 الى 2، بس بتتظبط مثلا في. يبقى انت مثلا لو هتشتغل حجر صناعي فاشتغل تتظبط احسن. ليه؟ ميزه التطابق دي هتشوفها انت في الجدول، ان ليه عنده كوتان سيتا بواحد ونص واثنين وثلاثه. خلاص؟ ولو اشتغلت طبيعي يفضل انك تشتغل برافتر، هقول لك دلوقتي ليه. طب انا يا باشمهندس اشتغل صناعي ولا طبيعي؟ قال لك القاعده بتقول ان لازم نشتغل طبيعي الاول ونحسب الوزن الاضمر في حاله الناتشورال ستوب. فنعور على الجاما باتنين واتنين، تمام؟ والاتش اللي انا جبتها والكوتان سيتا زي ما تطلع هنا مثلا، لما يجي يقول لي السايد سلوب، لما يجي يقول لي هنا السايد سلوب 2 الى 1 يعني كوتان سيتا ب 2، والاس ار 2 و2 على 1 25 من 1، والكي دي هستخدم ايه؟ انا هشتغل حجر طبيعي. انت حر يا هندسه، اشتغل ايه؟ رف، اشتغل سموث، انت حر ضخ. خلاص؟ طيب انا هطلع الدبليو ادنى طلعت ب 12 طن، قال لك لا، لما تطلع اكبر من 10 طن يوز ارتفيشال. يبقى لو وزن الادنى طلع اصغر من 10 طن اوكي سيف. يبقى وزن الادنى الناتشورال لو طلع اصغر من 10 طن يبقى اوكي سيف. طب اكبر من 10 طن يوز ارتفيشال. ليه يا هندسه؟ قال لي سببين. اولا انا ما اقدرش اطلب حجر وزنه اكتر من 10 طن. عارف يعني ايه حجر وزنه اكتر من 10 طن؟ مين اللي هيشوه لي او مين اللي هينقل لي حجر وزنه اكتر من 10 طن ويكسر لي حجر وزنه 10 طن؟ وينش ايه اللي هيحمل لي حجر وزنه اكتر من 10 طن؟ صح كده؟ ففي التنفيذ ده حاجه صعبه بالنسبه لي، فانا اخري في التنفيذ 10 طن. اخري في التنفيذ 10 طن. اكتر من كده لا، هات لي بقى ايه؟ هات لي احجار صناعيه، ما دام الحجر الطبيعي اللي انت عايزه يعمل لك الوظيفه بتاعتك وهو شدت لك طاقه الموجه ارتفاعها 3.5 متر، الحجر الطبيعي هيبقى 12، نستخدم الصناعي ده. خلاص كده؟ طيب هنستخدم الصناعي يوز ارتفيشال. هستخدم مثلا الارتفيشال وليكن الدولوس، يبقى انا هعوض عن الجامو ب 2 و4. اتش هي الاتش، كوتان سيتا هي كوتان سيتا، الاس ار هتبقى 2.4 على 1.25 من 1، والكي دي هجيب الكي دي من الجدول واطلع الدبليو ارتفيشال للدبليو الما للارتفيشال هيطلع ب 3 طن. اوكي. طيب خلي بالك بقى، هو انت لو طلعته الاول مثلا الناتشورال 16 خلاص كده قلت له يوز ارتفيشال طلع ب 11، مالكش دعوه، مالهاش حل تاني. خلاص كده، هو الناتشورال باظ طلع ارتفيشال. هو في العادي الناتشورال بيموز يطلع ارتفيشال بيسيب، بس حتى لو ما سيبش انت مالكش دعوه، اشتغل زي ما انت عايز بقى. هو باشمهندس اللي رفه ممكن يعمل اختلاف، يعني استخدم رف. ايوه بالظبط، عشان كده بقى قلت لك لو انت استخدمت ايه؟ سموس. ممكن واحد يستخدم سموس يطلع الدبليو المر ب 10.5، ساعتها يضطر يستخدم ايه؟ ارتفيشال. زميله اللي جنبه استخدم برضه ايه؟ ناتشورال، بس استخدم رف طلع ب 9.5، لان الفرق بيبقى بسيط قوي. خلاص كده؟ ف 9.5 ما يعيدش، يبقى وفر خطوه. فبقول لك ايه؟ استخدم الرف احسن، لان الرف احتمال كبير يسيف معاك. لو ما سيفش يبقى اكيد مش هيسيف سموس، صح كده؟ يبقى هو لو مش هيسيف مش هيسيف سموس كده كده، فاستخدم الرف احسن. تمام كده؟ طيب طب انا دلوقتي جبت دبليو ار، خلاص خلي بالك انت بتعمل كل ده في اول خطوه اللي هي اعداد الاوزان، وبتجيب اول وزن. وبتجيب اول ايه؟ اول وزن. بعد كده وزن الفلتر ووزن الكور. فبنقول ان وزن الفلتر بيساوي وزن الاربع على من 4 على 10، وزن الكور هو وزن الاربع على من 400 ل 1000. بس هل السؤال بقى هنا في المساله بتاعتي ان انا انسب من الثلاثه اللي انا هستخدمها ولا من ال 12؟ قال لي لا، القاعده بتقول ان لازم يكون الفلتر والكور احجار طبيعيه. ليه يا هندسه؟
قال لي لان مش منطقي ولا اقتصادي ان اقول ان الحجم ده كله يبقى حجر صناعي، ولا لي لازمه انه يبقى حجر صناعي اصلا، يعني ملوش لازمه انه يبقى حجر صناعي، ولا هيبقى في اقتصاديه ان انا اعمله حجر صناعي، وصعب ان انا اوفر كميات بالمنظر ده كده كاحجار ايه صناعي، فلازم يبقى حجر طبيعي. فانت لما تيجي تنسب تنسب من الايه؟ من الطبيعي. لما تيجي تنسب لازم تنسب من الطبيعي. وهنا بقى نسال سؤال، يبقى انا يا باشمهندس هعمل ايه؟ بص كده معايا، احنا هنقوم ايه عاملينها بطريقه الفلوت شارت جدا. انا هحدد المسألة. الدكتور محدد؟ لا. هقوم جرب ايه؟ ناتشورال الاول. سيف معاك؟ تمام. طب ما سيفش هشتغل؟ ارتفيشال. والفلتر؟ هيبقى الناتشور على 14 والكود الناتشور على 400,000. طب الدكتور قال لي ان هي دولز، يعني الدكتور جه قال لي كده كده يوز دولز، ليه لازمه بقى ان انا احسب الناتشور؟ لا ليه لازمه، لو قال لي استخدم الدولز هحسب وزن الارمر بطريقه الدولز وهحسب وزن الارمر بالناتشور، ده عشان اقسم منه الفلتر والكود، وده اللي الدكتور قال. تاني الدكتور سايبني براحتي خلاص هجرب الناتشر، كان ما كانش هشتغل اي ارتفيشال واي ناتشر واي ارتفيشال. طب الدكتور قال لي دولز خلاص، يبقى انا هحسب حاجتين، الدولز عشان اقول للدكتور ان الارمر من الدولز وزنه كذا، والناتشر عشان اقول ان الفلتر والكود وزنهم كذا. ماشي؟ ما تجيش انت بقى تشغل دماغك في الامتحان والدكتور يكون قايل لك استخدم دولز تقوم تطلع وزن الناتشر ب 9 طن، قول 9 طن اصغر من 10 واتكسر، وتجيب وزن الفلتر ووزن الكوب وما تديلوش وزن الارمر بكام؟ في ناس بتعمل كده. يعني في ناس الدكتور بيبقى قايل لهم يوز دولز، يقوم يحسب الاول وزن الناتشر يلاقي قال له 10 يقول لك حلو يبقى انا الارمر هيبقى ناتشر. يا سيدي هو قايل لك الارمر ايه؟ دولز، يبقى تعرف تسمع كلامه ما تقولكش انت بقى. انت بتجيب وزن الارمر ناتشر ليه؟ عشان تنسب بس. جبنا الاوزان؟ يبقى انا عندي المفروض في المساله بتاعتي هيبقى كي بس كي. هنا لو وزن الناتشورال الارتفيشال قصدي في الناتشورال في الارض 12 على من 4 على 10 يعني هيبقى من 1 ل 2 ل 3 طن، ودي هتبقى من 12 ل 300 كيلو جرام ل 30 كيلو جرام. جبنا ايه؟ جبنا الاوزان. نيجي بقى لمعدل التخانات الثيكنس، فبنقول ان التي الما بتساوي ان كي دلتا في الجذر التجعيدي لدبليو الما على جاما دبل، والتي فلتر بتساوي ان في كي دلتا في الجذر التجعيدي لدبليو فلتر على جاما دبل، الان اللي هي عدد الطبقات، والكي دلتا هو معامل يعتمد على نوع الحجر. في المعامل ده ما بيسالكش انت شغال ايه، هو ما بيسالكش انت شغال هيد ولا ترانك بريكنج ولا نون بريكنج، انت شغال دولس يبقى كده انت بكذا، انت شغال رف يبقى كده انت بكذا، الرف ده في الهيد في البريكنج في النون بريكنج في الترانك مش فارق معاه، الكي دلتا تساوي كذا خلص. الوزن هو وزن اللي طلع، يعني انا مثلا في الرساله بتاعتي هقول ان الوزن هو 3 طن على الجاما دبل اللي هي 2 و4. طب في الفلتر هاخد الوزن بيساوي ايه والجاما دبل؟ الجاما دبل ب 2 و2، يعني دي لازم تبقى 2 و2. دي ممكن وممكن على حسب المساله بتاعتك، صح؟ دايما الفلتر طبيعي يبقى دايما الجاما بتاعته 2 و2، انما الارمر ممكن يبقى طبيعي او صناعي. طيب الفلتر بقى وزن الفلتر هاخد الواحد و2 ولا الثلاثه؟ لا هاخد المتوسط. يعني من الاخر ده هتبقى 2 و1 على 2 و2. ماشي يا شباب؟ طيب هطلع لي مثلا ان التي المر تساوي 2 متر والتي فلتر تساوي 3 متر. في حاجه بقى عشان انت لما تسمعها ما تتخضش. ماشي؟ ان في حاجه اسمها نسبه دامج. ساعات بنيجي نقول ان نسبه الدامج الالاول هي 2%، ان الاحجار الطبيعيه اللي جايه لي لو فيها نسبه تكسير او نسبه شروخ، مش تكسير بقى، هي فيها نسبه شروخ، الحجر الطبيعي بيبقى نسبه شروخ نتيجه التكسير، هو لما بيجي يتكسر الحجر نفسه بيبقى فيه تنسيمات كده. فنسبه الشروخ دي لو لا تتعدى مثلا 2% فالحجر ده مقبول، ولكن الكي دلتا بتاعته مختلفه. تمام؟ فالكي دلتا بتيجي من جدولين، جدول ليه علاقه بنسبه الدمج وجدول ملوش علاقه بنسبه الدمج.
انت معكش الجدول بتاع الدمج ما بتدخلش بيه. انت مش معاك الجدول بتاع الدمج ما بتدخلش بيه لانه مش موجود في الكتاب. هو بيبقى موجود في الاتشارتات لما كنا بننزل لهم الاتشارتات لوحدها. فانت معكش جدول الايه الدمج الى الان. فهو ماشي انت هتدخل بالجدول بتاعك بس هو ساعات بيلخبطك ويقول لك زيرو دمج. فزيرو دمج خلاص هي نفس الجدول ماشي. الاستالي ايه هندسه؟ قال لي الاستالي المناسيب. المناسيب اللي عندي اللي هو الليفل بنقول ان بالنسبه للمناسيب اول منسوب لازم تبص عليه هو منسوب الكوري. منسوب الكوري يا اما موجب 2 يا اما سالب 3. موجب 2 ان الكونستراكشن فروم لاند وسالب 3 ان الكونستراكشن فروم سي. يعني ايه فروم لاند وفروم سي؟ قال لي يعني لو خط الشاطئ اهو لو الكونستراكشن فروم لاند فانا بجيب الوينش بتاعي وبجيب شويه الاحجار من اهو اقوم ارميهم هنا. منسوب الميه هو منسوب الصفر بتاعي فانا بقعد ارمي الحجاره لغايه ما الحجاره توصل انها يبقى ارتفاعها فوق سطح الميه 2 متر ماشي. وبعدين اقف فوق منها لما اقف فوق الحته دي اقوم ارمي هنا لحد ما منسوب الميه يعلى فوق سطح الميه ومنسوب الحجاره يعلى فوق سطح الميه كام؟ 2 متر عشان اقف فوق منها صح؟ يبقى انت ليه بتعمل منسوب الحجاره موجب 2 فوق سطح الميه؟ عشان يبقى في بينك وبين الميه 2 متر تعرف تشتغل صح؟ تاني لو الكونستراكشن فروم لاند يعني ايه؟ يعني انا واقف اهو برمي الحجاره في الميه خلاص؟ تقوم الحجاره ايه؟ اقعد ارمي 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 لغايه ما تلاقي الحجاره طلعت اقوم واقف عليها وارمي اللي بعدها لغايه ما تطلع اقوم واقف عليها. فال 2 متر الزياده دول ليه؟ عشان اعرف اشتغل. ما انا مش معقول هشتغل وانا جنب الميه في مستوى الميه صح كده؟ انما ما لهمش وظيفه انشائيه. ملهمش وظيفه انشائيه. قال لك طب افرض الارتفاع بتاع المايه كبير يعني افرض مثلا العمق بتاع المايه ده 10 متر يبقى انت هترمي لي حجاره 12 متر؟ قال لك الحجم بيبقى كبير تكلفه كبيره وكل ده عشان ايه يعني؟ عشان انت تبني من الايه؟ من الشط. قال لك لا فروم ايه؟ فروم سي ان انا بنجيب حاجه اسمها البونتون جسم عايم بنحط عليه الونش وبنحط عليه الاحجار وندخله جوه المايه يبدا يجري من جوه بالرجل فبيبقى المنسوب سالب 3. لان لما المنسوب الكوري يبقى سالب 3 ولسه هنحط الفلتر والقمر هطلع في سطح ميه خلاص صح الكلام كده؟ طب انت ما يلزمكش الحوار ده اصلا. انت يلزمك حاجه واحده ان لو عمق الميه اصغر من 6 متر يبقى الكونستراكشن فروم لاند ومنسوب الكوري 2 خلاص كده. لو الدي اكبر من 6 متر يبقى الكونستراكشن فروم سي ومنسوب الكوري سالب 3 خلصت كده. وممكن ما تقولش لا فروم سي ولا لون لاند هو ما دام العمق قول له كده ما دام العمق اكبر من 6 يبقى منسوب الكوري سالب 3 بس كده خلاص. طيب هنجيب المنسوب اللي بعده. فمثلا المنسوب اللي بعده اللي هو منسوب الفلتر. منسوب الفلتر يا باشمهندس اللي هو بيساوي منسوب الكور زائد التي فلتر يعني هيساوي سالب 3 زائد 3 يساوي 0. الصفر ده اللي هو مع منسوب الميه يبقى ظهر الفلتر مع الميه. وبعدين منسوب الارضه هيساوي زائد التي ارضه يعني هيساوي منسوب الصفر زائد 2 يبقى منسوب 2 خلاص كده. احنا جبنا الثلاث مناسيب لسه منسوب الكريست. طيب فكرني كده هو منسوب الكريست كنا بنطلع عامله ليه يا هندسه؟ قلنا عشان الاوفر توبنج. طيب لو ده سطح الميه اللي هو الصفر بتاعي الووتر ليفل فالمفروض ان سطح الميه بيعلى مع التايدر رينج وينزل مع التايدر رينج فبيعلى تايدر رينج على 2 وينزل تايدر رينج على 2 وبعد ما يعلى تايدر رينج على 2 بيعلى اتش على 2 وينزل اتش على 2 وبعد ما يوصل للمرحله دي خلاص هو مش ده مش بيبقى اخره. ده المشكله ان احنا لما قلنا ان الموجه بتخبط في الحاجز زي ما بيحصل ريفليكشن وديفراكشن واوفر توبنج بيحصل حاجه اسمها رن اب. لما قلنا ان لو سطح الحاجز مايل فممكن الموجه تعلى فوق سطح الميه صح كده؟ فانت بتدخل معاه طينه في الرن اب. فالمفروض ان الكريست فوق الكلام ده كله بقى. يعني المفروض اقول كده ان منسوب الكريست بيساوي الووتر ليفل زائد اتش على 2 زائد التايدر رينج على 2 زائد الرن اب. طيب الووتر ليفل هو صفر زائد اتش على 2 ما انت معاك اتش اصلا اللي هي 3.5 زائد التايدر رينج مديهولي على فكره هنا اهو 1 صح؟ زائد الرن اب هو المفروض تحسب انت الرن اب يعني
تحسب اللان اب بدلاله الزاويه سيتا، تعرف تحسب اللان اب بكام بس انت ما بتحسبوش، انت دايما بتاخده بواحد وربع اتش. ومن هنا بتطلع ان مثلا منسوب الكريست بيساوي موجب 4. طب افرض يا باشمهندس منسوب الكريست طلع موجب 1.5، ممكن عادي ممكن اتش تبقى صغيره والتايدر رينج يبقى صفر، صح كده؟ فتطلع كل الكلام كله ان مثلا ايه هي مثلا قول بواحد 75، الاتش ممكن تبقى بواحد صح؟ فواحد وربع زائد نص بواحد 75 اللي يديك التايدر رينج بصفر، فيطلع منسوب الكريست اقل من منسوب الارض، يبقى ليه اسمه كريست؟ تاني لو منسوب الكريست ده اهو طلع اقل من منسوب الارض يبقى ليه لازمه؟ ملوش لازمه، صح كده؟ طيب خلصت الكلام ده نبدا نرسم بقى يا هندسه. يلا طيب يلا احنا عايزين نرسم ايه؟ هيد سيكشن. فالرسم للهيد سيكشن بتقول ان لو ده القاع بتاعي ده من الاخطاء اللي الدكتور سامع على فكره ما بيحبهاش ان يشوفك عامل كده. خلاص كده؟ لان ده المفروض تحشير طين مش تحشير رمل. خلاص؟ طيب انت اول حاجه ان انت عندك طبقة الكوب، يبقى انت اول حاجة عندك الكوب ده ايه؟ ده الكوب. الكوب من ايه؟ من الكوير ستون اللي هو الحجر الايه؟ الطبيعي. نوع ايه الكوير ستون اوف انجل؟ طب انا استخدمته سموث ايه؟ طب الوزن طلع بكام؟ من 12 ل 30 كيلو جرام. شكرا. المنسوب هنا كام؟ سالب 3. اللي بعدها طبقة ايه؟ الفلتر. المنسوب ده كام؟ صفر. من الحاجات اللي بتتحاسب عليها انك لما تعمل لي هنا منسوب الميه تعمله هنا دي مع دي. طب افرض كان منسوب الفلتر ده سالب 1 يبقى منسوب الميه اعلى، طب لو منسوب الفلتر 1 يبقى منسوب الميه اقل. انت ما بترسمش بسكيل بس ما تدينيش معلومتين عكس بعض، ما تقوليش ده منسوب الصفر وده منسوب الصفر، او ده منسوب سالب 1 وده منسوب الصفر. صح كده؟ طيب ده منسوب الصفر، ده ايه يا شباب؟ ده طبقة الفلتر. الفلتر من ايه؟ من الكواير ستون. نوع ايه الكواير ستون اوف انجلر؟ ما لازم يبقى هما الاثنين نفس النوع. طب عدد الطبقات باثنين، وزن الحجر من 1.2 ل 3 طن، سمك الفلتر طالع ب 3 متر. بعد كده الطبقة الثالثة اللي هي الأرض. الأرض اللي هي من الضلص سمكها 2 متر وزنها 3 طن. صح كده؟ وبعدين في ايه تاني؟ قال لي في هنا منسوب الكريست. طيب منسوب الأرض الأول كام؟ قال لي منسوب الأرض 2 ومنسوب الكريست كام؟ منسوب الكريست 4. الكريست أهو. فبتقول لي سيادتك لو انت دلوقتي يا باشمهندس ما عندكش منسوب الكريست اقل من منسوب الارمر هتقفل دي كده خالص. منسوب الكريست اكبر اهو. ده الطريق اللي انت بتمشي عليه، بنعمل الطريق هنا بنمشي عليه. وبعدين بعد ما نعمل الكلام ده كله بنعمل هنا فراغ بترشد السفن ان في هنا بريك ووتر. الفراغ دي عشان ارتفاعها كبير بنعمل هنا خط قطع عشان مش معقول على الهبة ارتفاع. وهنا الميه وهنا الميه. ده منسوب الصفر وده منسوب سالب 10، مش عمق كان سالب 10؟ مش عمق 10 متر؟ يبقى ده منسوب سالب 10. زي ما اتفقنا ان الهيد سيكشن هو سي سايد من الناحية دي وسي سايد من الناحية دي. الميل بتاعي 2 الى 1، الميل بتاعي 2 الى 1. سيادتك لو المسألة دي في الامتحان عليها 10 درجات و10 درجات هي دوبك على قد المسألة دي على فكرة، فالمسألة دي الحسابات كلها عليها 5 والرسمة دي عليها 5. ليه؟ لأن الرسمة دي لازم تكتب عليها كل البيانات، وهي خلي بالك هي رسمة اسطمبة. خلاص أنت هترسمها وتحط عليها الأرقام اللي جاية من إيه؟ من المسألة. طيب لو المسألة اتلمت فرقت إيه؟
المسألة لو طنج هتجيب ال L نوت الدي على ال نوت ال K S ال H زي ما انت وهتقول ان انت هتستخدم حجر طبيعي فهتشتغل حجر طبيعي الجامعة باتنين واتنين ال H جبتها تنسيت هتجيبها S R هتجيبها ال K دلتا بدل ما تخش هنا هتخش هنا لذلك قلت لك انت لو غلطت في اول واحدة يعني لو غلطت ال W R ما جبتها غلط هتجيب ال W فلتر غلط هتجيب الوزن غلط هتجيب المقاسيم غلط المسألة كلها غلط بس في غلطة عن غلطة تفرق غلطة عن غلطة تفرق ازاي؟ انت عامل هنا كل حاجة صح بس الآلة الحاسبة بدل ما تطلع لك 9.5 طلعت لك 8.5 عادي مفيش مشكلة انما سيادتك بدل ما تشتغل بدل ما تطلع الكي دي بتاعت الهيد طلعتها بتاعت الترامب او بدل ما تشتغل بريكنج اشتغلتها نون بريكنج دي اللي غلط خالص ماشي يبقى في غلطة في الإجابة رقم من الجدول انت طلعت الرقم من الجدول صح حلو قوي كمان بس غلطة من الحسابات غصبا عنك مفيش فيها مشكلة او انت مثلا ايه اللي هنستخدم ارتفيشال ستون وعوضت عن الجامعة باتنين واتنين برضه انت مش فاهم انت بتعمل ايه صح دي برضه غلطة كبيرة تمام كده طيب بعد كده انت بتطلع قيمة للكي دي وبتعمل نفس الشغل تاني بس شكل الرسمة بيختلف طب شكل الرسمة بتاعت الترانك بيبقى شكلها عامل ازاي او ايه الاختلافات او ايه الحاجة اللي الدكتور بيبص عليها عشان يعرف انت فاهم الفرق ما بين الهيد والترانك ولا لا قال لك ان ده القاع وده الكود وده الفلتر وده الارض نفس الكلام بس من الثلاث اختلافات الاساسيين ان هنا في كريست وهنا مفيش يبقى هنا مفيش كريست ليه عشان ده السي ساين انما ده الهاربر ساين ومفيش فنار فسيادتك لو انت رسمت الهيد سيكشن من غير فنار او رسمت الترانك بفنار يبقى انت مش فاهم انت بتعمل ايه صح كده رسمت الترانك في اتنين كريست مع بعض يبقى انت برضه مش فاهم انت بتعمل ايه كتبت سي وسي يبقى انت برضه مش فاهم الدنيا او انت مش فاهم الاساس بتاع الموضوع في اي حسابات مش فاهم متفرقش معانا دلوقتي خلاص ده الفرق الاساسي المساله يا بتجي لك يا هيد يا بتجي لك ترانك يا بتجي لك هيد وترانك ازاي ان يقول لك ارسم لي رسمه هيد وبعدين ارسم لي قطاع الترانك بس يعني انت لسه مش مطلوب منك غير رسم القطاع الايه الترانك فقط مش اكتر طب في مساله الترانك في مشكله يا باشمهندس ان بيديني السي سايد بس او يديني السي سايد والهاربر سايد سلو يقول لي مثلا ان السي سايد 2 الى 1 والهاربر سايد سلو 3 الى 2 اشتغل على مين؟ السي سايد خلاص كده تمام مش عايز اقول لك ان المفروض الصح اصلا انت لو بترسم لو انت بترسم الترانك وهو قايل لك ان السي سايد 2 الى 1 تخليه تقريبا هاربر سايد 3 الى 2 ده الصح اصلا ده اللي احنا بنعمله ان احنا بنثبت الاثنين افهمك ليه؟ المفروض سيادتك عملت هنا حجر على ميل 2 الى 1 يقاوم الموجة اللي جاية لي طب هنا نفس الحجر بنفس الوزن وهنا مفيش موجة ما انا بقلل ايه؟ بقلل الميل خلاص كده فلما اقلل الميل الحجر ايه؟ يعادل ان هنا مفيش موجة تشغلش دماغك بالحتة دي اللي انت بتشغل دماغك بيه ان هو لو اداك سي سايد سلوب وهاربر سايد سلوب تشتغل على السي سايد خلاص كده؟ لا انت بتقلله تقلل القيمة 3 الى 2 هو الميل انت بتقلل قيمة الميل او بتخليه ستيب اب انت بتخليه 1.5 مش 3 بتقلل قيمة الميل انت مش بتكبر الميل هو 2 الى 1 اكبر من 3 الى 2 صح؟ و 3 الى 1 اكبر من 2 الى 1 فانا بقول لك انت بتقلل الميل ليه؟ هي المعادلة بتاعة هاربسون اهي خلاص؟ الوزن مع العلم مع الميل رجع رفع عكسين صح كده؟ فانت المفروض تقلل الميل وتثبت الوزن خلاص ليه؟ لان المفروض ان الاتش قلت نقولها تاني انت بتثبت الوزن فالاتش تقل تقوم تقلل معاها مين؟ الميل وصلت؟ تشغلش بقى الحته دي عشان ما تكلكعش الموضوع منك افهم بس كده ان هو لو اديك سي سايد سلو وهو سايد سلو تشتغل على السي سايد سلو فقط تمام؟ بس ازاي بيقدر من العرض ده للعرض الكبير؟ ما في انت في محل انتقالية هو مش بالعرض ده العرض الكبير هو الحاجة بتبقى شكله كده بالظبط فهو العرض هنا بيزيد يعني مفيش فيها مشكلة او انت بتشتغل اتربة فانت بتوسع اتربة بميول يعني احنا دايما بنعملها بميل والميل ده بيبقى حوالي 10 الى 1
بيبقى في منطقه انت قريبه من الاثنين، لو عايزنا نجيب لك شكلها وتنفيذ شكلها في التنفيذ يبقى عامله ازاي؟ خلاص كده؟ فلا بيتنقل وبمين، مش مره واحده. بتتنقل وبتتنقل وبمين، لذلك هي بتيجي جدا. بتيجي جدا بالظبط. كده وعملت زين. فالميل ده هيبدا تزين بالتدريج كده خلاص لغايه ما توصل لايه؟ للعرض الكبير، لان المفروض ان انا اقول لك ان عرض الكور هنا 8 متر في الترنك وعرض الكور هنا 16 متر في الهيكل. فعشان تتنقل من 8 لل 16 بتعمل ميل اللي هو 10 الى 1 وبيبقى منطقه تقريبا حوالي 80 متر. ماشي؟ عرض الهيكل ده؟ طب شوف فوق اسمه ده.